احنا مش ممكن نثق في اخواننا، ومفيش ضمانات ممكن ناخدها منهم تقول انه مش هيخونونا بعد ساعتين من الضمانات اللي احنا خدناها. مشكلة مش في ثقتنا احنا كفرد، احنا مالناش ثقة في الاخوان، مالناش ثقة في الاصلاحيين عموما، مالناش ثقة طبعا في الليبراليين بالنسبة للشخص الحد اللي قال على البرادة والحزب بتاعه والاخر. دي ناس مالناش ثقة فيها، ما ينفعش يبقى عندنا ثقة فيها. بس المشكلة انه الجماهير ممكن يبقى عندهم ثقة فيها. هنا المشكلة، هنا المعضلة، المعضلة مش احنا يبقى عندنا ثقة فيهم، احنا مالناش ثقة فيهم. احنا مش واثقين فيهم بكرة ممكن يعملوا ايه. المشكلة انه طالما ظل قطاع واسع من الجماهير عنده ثقه في القوى الاصلاحيه، طالما ظليت انت بتحاول تكسب القطاع ده لارضيتك وليه، وده اللي بيخليك تتعامل مع القوى الاصلاحيه بشكل مختلف عن ما بتتعامل مع المجلس الاعلى ولا شفيق ولا غيره من القوى اللي على الجانب الثاني من الثوره، على الجانب الثاني من المتاريس. الفكره في انه حجم اليسار صغير بالنسبه للاخوان، صحيح حجم اليسار صغير جدا. يعني في سؤال كان مهم جدا واخر سؤال حوالين غياب التنظيم الثوري وضروره بناءه. انا هقول ان مفيش غياب للتنظيمات الثوريه، الاشتراكيين الثوريين تنظيم اشتراكي موجود، تنظيم يساري موجود، بس طبعا صغير خاصه لما يقارن بحجم حاجه زي الاخوان. احنا مش بنراهن ان احنا بحجمنا الصغير هنأثر على قواعد او جمهور الاخوان، احنا بنراهن على انه تناقضات اللي جوه الاخوان هتدفع قطاعات من جوه الاخوان ومن حوالين الاخوان بالذات تجاه اليسار وتجاه البحث عن بدائل، وده فعلا بيحصل بالفعل. دي مش حاجه متخيله. الاخوان مليء بالانقسامات، كل خطوه سياسيه بياخدها الاخوان بيضيع قطاع من جمهور. ده بان جدا في المقارنه ما بين انتخابات مجلس الشعب وانتخابات الرئاسية. قطاعات كبيرة من الجمهور كان عنده ثقة في الإخوان، كان عنده أمل في الإخوان، بيكتشف إنه الإخوان باعوه. لما بيكتشف إن الإخوان باعوه، إيه الحاجة المنطقية اللي بيعملها؟ إنه بيدور على بدائل، بيدور على بدائل للإخوان. السؤال هل إحنا قادرين على بناء بديل حقيقي قوي على الأرض ينفع يشد القطاعات دي ولا لأ؟ وأنا إجابتي على السؤال إنه ليه دلوقتي؟ زميلنا قال انه الموضوع محتاج سنتين، طبعا الموضوع محتاج سنين، بس سرعه بناء تنظيم ثوري في ظل ثوره اسرع بكتير جدا 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 من سرعه بنائه لما ما بيبقاش في حاله ثوريه. الحاله الثوريه بتدفع قطاعات واسعه من الجماهير لاستنتاجات ثوريه من غير كتب، من غير ما يقرا كارل ماركس، من غير ما يقرا لينين، من غير ما يقرا كل الحاجات دي. هو بيقرب بشكل تلقائي من الافكار الثوريه ومن الافكار اللي ليها طابع طبقي ومن الافكار اللي بتدفعه تجاه الاشتراكيه بسبب الاحداث، بسبب اللي بيشوفه في الشارع، بسبب اللي بيشوفه من الجيش. يعني مثلا الاستنتاجات حوالين الدوله، لو بصينا على ثقه الجماهير في الجيش المصري والمؤسسه العسكريه في بدايه الثوره وبصينا عليها النهارده، هنشوف تحول شاسع في الوعي في ال 18 شهر دول، 18 شهر فقط. لا أروا لنين الدولة والثورة ولا أروا حاجة عن طبيعة الجيوش وعلاقتها بالنظام الطبقي، بس استنتجوا إن المؤسسة العسكرية عدوة للثورة وعدوة للشعب من خلال الممارسة الثورية نفسها. ده معناه إنه سرعة بناء تنظيم ثوري ممكن تبقى أسرع بكتير جدا مما نتخيل، وسرعة تحلل قوة إصلاحية زي الإخوان المسلمين ممكن تبقى أسرع بكتير جدا مما نتخيل. وبالتالي لازم يبقى عندنا تفاؤل ثوري لامكانيه تنفيذ عمليه بناء التنظيم الثوري دي في سنوات قليله. النقطه الثانيه ان الثوره المصريه مش هتخلص لا بكره ولا بعد بكره ولا الشهر اللي جاي ولا السنه اللي جايه. ده بيتضح يوم بعد يوم، سنه ونص من الثوره المصريه لا في برلمان ولا في دستور ولا في رئيس ولا في صلاحيات ولا في اي حاجه خالص. ليه؟ قوه الثوره من ناحيه وخوف الثوره المضاده من ناحيه ثانيه معناها استمرار حاله ثوريه لسنين قادمه. الحاجه الثانيه اللي زميل اشار اليها الازمه الاقتصاديه، انه ايا كان الراسماليين اللي هيمسكوا البلد سواء الاخوان او غيرهم قدامهم ازمه اقتصاديه عنيفه، مش بس ازمه اقتصاديه جوه مصر، ازمه اقتصاديه عالميه، بتعني انه فرص ان هم يحصلوا على درجه من الاستقرار تقريبا منعدمه. بتعني انه فرص ان هم يحققوا طموحات الجماهير في اجور احسن، في تثبيت في العماله، في عمل للعاطلين، في اسكان، في تعليم، اللي هي الامال اللي حركت الثوره المصريه منعدمه.
معناها ان الطريقه الوحيده لتحقيق المطالب دي هي اعاده توزيع الثروه. الناس هتوصل لاستنتاج انه الناس دي مش هتدلنا حقنا غير لو قممنا ثرواتهم، غير لو خدنا منهم الثروات اللي هم رقموها وبنينا بيها المدارس وبنينا بيها المساكن وزودنا بيها الاجور وعملنا بيها شغل للشباب. الناس هتوصل للاستنتاج ده. الحاجه الوحيده اللي توقفهم من الاستنتاج ده هو انه الراسماليين يبقى عندهم القدره على انهم يعملوا بعض الاصلاحات تهدي الجماهير. احنا عارفين انه ما عندهمش المجال الاقتصادي، مش هيسمح لهم بده على الاطلاق. اذا دول اوروبا من اليونان واسبانيا وغيره مش قادره، ربع سكانها ما عندهمش شغل، ما بالك بالراسماليه المصريه اضعف بكثير وفي ازمات اعنف بكثير من الدول. ده بيعني انه امكانيه احياء الحركه العماليه اليومين اللي فاتوا فيها 5 اضرابات عماليه ضخمه في مصر، الحركه الاضرابيه بتقوم على طول، ودي نقطه مهمه جدا. كل ما يبقى في احياء بالحركه السياسيه، يعني من ساعه محاكمات مبارك والحركه اللي قامت ضده وبعدين التعبئه بتاعت امبارح، على طول بينعكس في اضرابات عماليه. كل ما بيحصل اضرابات عماليه ثقه الناس بنفسها بتزيد، وبالتالي قدرتها انها تنزل في القضايا السياسيه بتزيد. لازم نبص على التوازن اللي في الشارع عشان ما نخبطش. لو فضلنا حاطين عينينا على الاعلام وعلى الدستور وعلى المجلس ايه ولا مش مجلس ايه، الناس هتخبط وتتلخبط. لو حطينا عينينا على الشارع اللي كان في ميدان التحرير امبارح، لا يمكن يحبط، يبقى مجنون لو احبط. لانه حجم التعبئه وحجم الامل وحجم التوقعات وحجم التطلعات للحريه واستمرار الثوره اضخم بكتير جدا من انه اي حد يحبط في لحظه زي دي. لازم يعني الزميل برضو قال على حكايه الفاشيه، انه تنظيم الاخوان تنظيم فاشي. طبعا ده محتاج نقاش طويل، بس يكفي ان احنا نقول انه تنظيم الفاشي غير قابل للانقسام الداخلي، غير قابل للتوتر الداخلي. تنظيم قائم على مشروع طبقي واضح مش مبهم. يعني التنظيمات الاسلاميه اللي بيميزها انه مشروعها مبهم، بيتقري بشكل مختلف حسب الطبقه اللي بتقراها. فمثلا العامل الاسلامي رؤيته للشريعه الاسلاميه تطبيق، عايز تطبيق الشريعه الاسلاميه. عامل في الاخوان عايز تطبيق الشريعه الاسلاميه، وراسمالي في الاخوان عايز تطبيق الشريعه الاسلاميه. بالنسبه للراسمالي، الشريعه الاسلاميه تعني قوانين صارمه لحمايه الملكيه الخاصه، قوانين صارمه ضد زياده الضرائب، قوانين صارمه ضد الاضراب وضد من يهدد الملكيه الخاصه. بالنسبه للعامل اللي عايز الشريعه الاسلاميه، بتعني قوانين تحقق العداله الاجتماعيه. لان في وعي العامل في علاقه ما بين الشريعه الاسلاميه والعداله الاجتماعيه، بيتوقع ان لو الشريعه الاسلاميه اتحققت هيعيش احسن، اجره هيبقى احسن، الفساد هيبقى اقل، هيبقى في عداله اكتر في المجتمع. فالتركيبه دي اللي موجوده جوه حركات زي الاخوان المسلمين، يعني مش المفروض نديهم اكتر من حقهم برضو. الاخوان ما هماش تنظيم حديدي كما يصور الزميل على الاطلاق، وقابل للانقسام وانقسم قبل كده وسينقسم في الايام والاسابيع الماضية. تخيل معايا انه مرسي كسب الانتخابات وقبل انه يبقى رئيس بلا صلاحيات من اي نوع، وقبل انه ياخد يعني يدوله الرئاسه قدام المحكمه الدستوريه ومش قدام برلمان منتخب. تخيل الواقع ده على الاخوان المسلمين، على قواعد الاخوان المسلمين، والاهم من قواعد الاخوان المسلمين جمهور الاخوان المسلمين ايه. لو عمل صفقه جديده مع المجلس الاعلى، وغالبا هيعمل، تخيل الواقع ده على جمهور الحركات الفاشيه بتحتفل باي هجوم للجيش على الجماهير. اي هجوم للجيش على الجماهير ده مدعى للاحتفال. في ايطاليا وفي المانيا وفي البلدان اللي حصل فيها حركات فاشيه، الجيش بالنسبه لهم هو قلب الثوره المضاده وهم جزء من الثوره المضاده. الحركه الاسلاميه ما هيش اقعد من كده، في جانب منها يميني ورجعي وعايز راس المال يفضل زي ما هو وعايز النظام يفضل زي ما هو، وفي قطاعات واسعه من جمهورها ومن قواعدها عايزه حاجه مختلفه. ولو ما استفدناش من التناقضات دي نبقى بنضيع من نفسنا فرصه مهمه جدا.